الحمد لله، ظهر لأبصار البصائر عيانا على فوق عرشه، ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، وهو السميع البصير يسمعنا ويرانا. أحمده سبحانه على كل ما أنعم به وأسبغ من ظاهر النعم وباطنها وأولانا، وعلى ما شرح به صدورنا للإسلام وهدانا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ترسخ اليقين وتدفع الشرك وتزيد القلب إيمانا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المرسل على شجرة الشرك، فرعت من الفساد والضلال أغصانا، فهوى عليها بسيف الحق فقطع جذورها، وزرع من الحق والعدل بستانا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه، كانوا أنصاراً له وأعوانا، وكانوا فيما بينهم متحابين إخوانا. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإنها ملاك الأمر كله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أمة الإسلام، تعود الناس إذا ركبوا الطائرة أن يخبرهم قائدها عن وجهته ومدة طيرانه وكم سيرتفع، ثم يتابعون إن شاءوا سير الرحلة عبر أجهزة العرض. وكلنا مسافر إلى الدار الآخرة في مدة لا يعلمها إلا الله، في علو أو في انخفاض، فمنا من يسمو بأخلاقه وعبادته وإخلاصه، ومنا من لا يستطيع التحليق لثقل ذنوبه وكثرة أحماله. والشيء المشترك بين المسافرين أن أحدا لا يمكن أن تفوته الرحلة، فلا يستأخرون عنها ساعة ولا يستقدمون. فالحضور لا يستوجب أن تأتي قبيل الرحلة بساعة أو ساعتين. ومشترك آخر أن جميع المسافرين لا يعلمون محطة السفر ولا من هو الناقل. وليس هناك اختيار للمقعد، فالاختيار حر، لا يأنف المسافر من أن يكون قرب امرأة أو رجل. وليس هناك درجات، فالكل في الظاهر في نفس الدرجة، وقد يكون مرقده قبل مرقد ذلك الوجيه أو الأمير أو الوزير، وقد يكون أفضل وأرحب وأوسع، لأن ثمن الرحلة ليس مالا ولا جاها ولا عزا ولا قوة ولا ذكاء ولا النسب يقرب فيها ولا اللون. قيمة الرحلة المريحة المترفة هي التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهي قيمة سرية لا تظهر على شاشة ولا في بيان، لكنها تكشف يوم تبلى السرائر. إخوة الدين والعقيدة، الموت هو المحطة الأخيرة التي ستقلع منها أرواحنا إلى دار القرار. وما دمنا في فترة الانتظار في صالة الحياة الدنيا، فلندخل عالم الطيران الإيماني، ولنحلق في سماء الذكرى المنعشة، ونستنشق عبير المحبة، ونسمو بما سيعيننا على سرعة المغادرة وحسنها، ويعطينا صالة الانتظار المتميزة التي لا توازيها صالة، بخدمات عنوانها نم نومة العروس. لا تزعجك خلالها أصوات المزعجين، ولا يوقظك شخير الشاخرين. فإذا نفخ في الصور لتستيقظ وتعود إلى الحياة، وجدت أمناً وبشارةً وحوضاً وظلاً، ونلت شفاعةً وحللت أهلاً ووطأت سهلاً وجزت صراطاً وتنعمت بحور عين في جنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. فحلق معي في هذه الدقائق
في فلك المحبة الفضائية مع المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، واربط حزام الجد، وهيئ مقعدك على هيئة جلوس المنصتين، وتعليمات الطوارئ مختصرة يسيرة جدا. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فكن مستعدا للإقلاع وتزود، فإن خير الزاد التقوى. أخي المحب، حلق معي في فضاء التسامح والنظر إلى المستقبل بكل ما تعنيه كلمة الفأل من معان، وبكل ما تدل عليه كلمة العفو من دلالات، وبكل ما يمكن أن تصوره شاشة الانتقام مع أكبر المخرجين للأفلام من دموية ووحشية تسامت عنها نفس الحبيب الأبية صلوات الله وسلامه عليه. وانظر في ملفات السنين لتراه صلى الله عليه وآله وسلم قادما من الطائف مجروحا فؤاده، منهكة قواه، فقد مكث بين أهل الطائف 10 أيام يدعوهم إلى عبادة الله وحده، فقال اخرج من بلادنا، وأغروا به سفهاءهم فتبعوه يسبونه ويصيحون به ورموه بالحجارة في عراقيبه حتى اختضب نعلاه بالدماء. فلما رجع من الطائف بحاله تلك كئيبا محزونا كسير القلب، قد أجهد أيما إجهاد ونال منه التعب كل منال، وكان هذا اليوم أشد عليه من يوم أحد، يخبر عن حاله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، ذلك فما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، أي لفعلت. والحديث مخرج في الصحيحين وغيرهما. إنها لحظة للانتقام، للانتقام فيها لذة لا تعدلها لذة، وهي فرصة لا تتكرر لشفاء الغل وسحق الكافرين وتأديب المعاندين. يمكن فيها الانتصار بشرعية وأعذار مقنعة حقيقية، بتفويض رباني وسلاح ملائكي، بإشارة من مهموم مطرود مكذب يسخر منه ويتهم بالسحر وبالكهانة، ويعذب أصحابه ويقتلون، وعن دينهم يفتنون، ويمنع صوته من الوصول إلى العطشى للحق الراغبين في الهداية. من السهل جدا أن تتدثر شهوة الانتقام بالواقع المريض، ويعلل أنه ليس انتقاما للنفس بقدر ما هو انتصار للحق وأخذ على يد السفيه. ثم هو سيلقنهم درسا يعلم به الآخرون، أن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ومن ذا سيلومه وهم كانوا وما يزالون حجر عثرة في طريق الدعوة ونشر دين الله تعالى، وهم يفتنون أتباعه ليردوهم عن دينهم إن استطاعوا. إن من السهل جدا أن نسكت ضمائرنا بدعاوى مبطنة ظاهرها الصدق وباطنها الشهوة الخفية التي تملأ الصدور وتغر القلوب بالتعالي وحب الانتصار وإثبات أن الحق معنا، وأن ننصر الحق فيما نحن في واقع الأمر وخلاصته، نتشفى بالمعاندين ونفرح بمصاب المخالفين، ونستأسد لسحق الضعفاء والمساكين. أيها المحبون، لقد اختار الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم
اختار طريقا وعرة في الظاهر لكنها معبدة في صدر العظيم وفي قلب الرحيم. لقد اختار أروع وأفضل وأسمى من الانتقام، وأجل وأعظم من حظ النفس وراحتها وهناها. فقال للملك: لا، أي لا تفعل، بل أرجو، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. يا لله، هذا هو التحليق الحقيقي، حين ترتفع النفس عشرات الآلاف من الأقدام علوا في سماء العظمة وفضاء الإباء وشيم الكرماء، حين تعلو النفس على نفسها وتخنق بقوتها شيطانها وتكتم شهوتها الأمارة بالسوء فتنشط بالحق لتسمو، فهي وإن كانت تمشي على الأرض إلا إنها في علو شاهق من القيم الأخلاقية الرفيعة، لا تريد علوا في الأرض ولا فسادا، هي تريد أن تشرح الصدر بالإسلام وتطمئن القلب بالذكر وتحسن الأخلاق بالدين، وتحمل ذلك واقعا معاشا لا مجرد شعار ولا لافتات تخدع بها الساذجين وتجمع بها الناخبين. إنها قوة وشدة في ضبط الانفعال والنظر إلى المستقبل نظرة استشراف ليكون أفضل وأفضل من الواقع. مع شدة سواد الواقع وحلكة ظلام ليله وكثرة المفسدين فيه وشدتهم وسطوتهم وتحكمهم بالدنيا إدارة واقتصادا وإعلاما وعسكرا وقتالا، لك أن تتخيل الموقف وتنظر إلى أبطاله، بل تنظر إلى بطله الوحيد وهو المستضعف المصاب المطرود الخائف، تتاح له فرصة الانتقام وتعرض عليه شهوة الانتصار فيعرض عنها بإباء وشموخ ورحمة وقلب عطوف. قمة الأناه وارتفاع الحلم الذي انتشل النفس من مستنقع الانتقام لتحلق فوق السحب تشق عنان السماء إلى ملكوت الله الذي يرى الدنيا على حقيقتها حقيرة والأرض نقطة صغيرة لا تستحق أن تعطى الأهمية القصوى كما يفعل معظم الناس، فيخسروا من أجلها جنة عرضها السماوات والأرض. أعدت للمتقين والمتقون الذين أعدت لهم هذه الجنة لهم صفات، منها: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. لم يكن حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم ليتلو علينا هذه الآية في المدينة وقد خالفها في مكة، حاشاه صلوات الله وسلامه عليه، فقد كان خلقه القرآن وما كانت حياته إلا قرآنا تترجمه أفعاله وتتلوه على مدار السنين سيرته وشمائله. فصلوات الله وسلامه عليه ما أحبته قلوب التابعين وما لهجت بذكره ألسنة المحبين وما تردد اسمه في مآذن المسلمين وما تندى القلب واعتصر شوقا إليه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله، عرفه أولياؤه بنعوت جماله فأسبغ عليهم من واسع إنعامه وإفضاله، فرأوا بعين بصائرهم في الكون صفات كماله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، الواحد الأحد الصمد
لا يحجب المخلوق عنه تسربله بسرباله، ولا يتبرم بإلحاح الملحين في سؤاله، وهو أرحم بعباده من والدته الرفيقة به في حمله ورضاعه وفصاله. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذاكر لربه في جميع أحواله، خير من أكرمهم الله بإرساله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أزواجه وأصحابه وآله. أما بعد، فوصيتي لنفسي ولكم أن اتقوا الله، فمن اتقى الله وقاه، ومن توكل عليه كفاه. معاشر المسلمين، نحلق مرة أخرى في سماء التواضع النبوي، في فضاء الرأفة والرحمة، حيث تأتي امرأة من عامة الناس، ليس لها شأن وليس لها جاه، بل كما جاء في نص الحديث عند مسلم أن امرأة كان في عقلها شيء، فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فقال: يا أم فلان، انظري أي سكك شئت، حتى أقضي لك حاجتك. فخلى معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها. قال الإمام النووي، وفي هذه الأحاديث بيان بروزه صلى الله عليه وآله وسلم للناس وقربه منهم ليصل إلى أهل الحقوق حقوقهم، ويرشد مسترشدهم ليشاهدوا أفعاله وحركاته فيقتدى بها. وهكذا ينبغي لولاة الأمور، وفيها صبره على المشقة في نفسه لمصلحة المسلمين وإجابة من سأله حاجة أو تبريكا بمس يده وإدخالها في الماء كما ذكروا. انتهى. إن المرأة التي في عقلها شيء، ما عساها تريد من قائد الأمة وزعيمها ومؤسس ملتها، الرجل المكرم بالوحي والاصطفاء، هل تظنون أنها تريد أن تسارره بشيء مهم للغاية؟ ربما وقفت أو سارت عليه الأمة في خضم ما تعانيه من كيد المنافقين وتربص المعادين. لقد اقتطع جزءا من وقته الثمين، أقول الثمين، وهو الثمين حقا ليس ادعاء، فلم يكن وقته مشغولا بغير ما يفيد في دنيا المسلمين أو أخراهم، ليستمع إلى امرأة في عقلها شيء لتحكي له ربما مشكلة مع زوج أو أخ أو خادم، أو قل ما شئت من أمر لا يقوم له مندوبنا، بل ها أن نقوم إليه بأنفسنا، وقام له الحبيب بنفسه صلوات الله وسلامه عليه. إنه التحليق في علو المجد الذي يسمو به التواضع والرحمة والالتصاق بالناس صدقا وعدلا، لا مجرد تلميع إعلامي أو نفاق اجتماعي. أخي المحب، بعد أن حلقت عاليا في سماء الخلق النبوي الشريف، فإني أنصحك ألا تربط الحزام استعدادا للهبوط، بل كلما رأيت نفسك تريد أن تحط في مدرج الكسل وتركن على بوابة التسويف وقد خفت صوت حاديها، ارفع صوت سيرته في أعماقك، وافتح نافذة التاريخ لتنظر إليه صلى الله عليه وآله وسلم يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ويسرى به ويعرج حتى بلغ سدرة المنتهى، ووصل إلى موضع لم يصله غيره، وسمع الله يكلمه كفاحا، وسلم عليه الملائكة والمرسلون، ثم يعود إلى الدنيا أشد تواضعا وأكثر رحمة وبساطة واندماجا مع الناس، حتى أثر الحصير في جنبه الشريف
وأخرجه من بيته الجوع. يا شريدا ملأ الدنيا اسمه، وغدا لحنا على كل الشفاه، وغدت سيرته أنشودة يتلقاها رواة عن رواه. في هذه السيرة حاد ينشط منك الركب كي تواصل المسير إلى الدار الآخرة في رحلة السفر الأخير، فتسهل أمور سفرك وتستعد للإقلاع الأخير مبشرا بروح وريحان مع الذين تتلقاهم الملائكة. هذا يومكم، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.